تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج نبض الاقتصاد. تمتلك قطر بنية تعليمية من الأوائل على المستوى العالمي، وعندما نتحدث عن المنظومة التعليمية نقصد بأنها المرحلة الأولى لبناء العقول النيرة القادرة على الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا. وتمتلك قطر أيضاً منظومة متكاملة للتمويل عبر بنك قطر للتنمية وأذرعته المختلفة من مسرعات وحاضنات للأعمال. وتمتلك قطر أيضاً واحدة من أفضل بيئات الاستثمار وتسهيل الأعمال، ونجحت الدولة في الاستثمار خارجياً في القطاع التكنولوجي عبر جهاز قطر للاستثمار، ونجحت كذلك نجاحاً باهراً في المشاريع التكنولوجية عبر مؤسسة قطر، ونجحت كذلك في التكنولوجيا المالية عبر مركز قطر للمال. لكن في مجال التطبيقات الخدمية تطرح تساؤلات عدة حول التحديات التي تواجه رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية. لماذا مثلاً لم يوجد مشروع ملياري واحد بقيمته السوقية يمثل دولة قطر على المستوى العالمي؟ وإذا كان التعليم في قطر من أفضل منظومات التعليم، وإذا ما كان أيضاً التمويل سلساً وسهل الحصول عليه، لماذا لا نشهد مشاريع لرواد الأعمال في قطاع الرقمنة والخدمات؟ من هي الجهة المسؤولة التي تتابع مشاريع رواد الأعمال بعد انطلاقها إلى سوق العمل؟ هل تدرك الجهات المعنية البعد الاقتصادي لأي مشروع ناجح داخل الدولة وما يمكن أن يشكله للاقتصاد المحلي، وأهمها ما تحدث عنه سمو الأمير المفدى في خطابه الأخير من تنويعاً للاقتصاد وتوطين للمعرفة والاعتماد على الاقتصاد المعرفي؟ أين رجال الأعمال والمحافظ الاستثمارية من تبني مشاريع رواد الأعمال بل والمشاركة فيها؟ ألم تثبت التجارب أنها من أفضل أنواع الاستثمار في عصرنا الحالي؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدي الكرام نبحثها بعد الفاصل، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدي الكرام في نبض الاقتصاد، ونرحب بداية بضيوفنا. أولا نرحب بالسيد حمد دشن القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال، الذي ينضم إلينا من البرتغال. وينضم إلينا أيضا السيد حمد مبارك الهاجري، وهو رائد الأعمال وينضم إلينا أيضا من البرتغال. ومعنا هنا في استوديوهاتنا في تلفزيون قطر السيد أسعد عرابي، المدير الإقليمي في شركة ترند مايكرو. رحب بكم ضيوفنا الكرام، وأبدأ معك سيد حمد الهاجري. أولا طلبت أن نسميك برائد أعمال، هل ما زلت رائد أعمال أم تجاوزت هذه المرحلة؟ رائد الأعمال هي ليست هدف بل هي رحلة، رحلة لا نهاية لها. ورائد الأعمال له دور مهم، وهو حل المشكلات وإيجاد حلول، وأن تكون هذه الحلول على شكل ابتكارات قد تصل إلى العديد من الجبهات، من توظيف وتوطين المعرفة إلى وجود حلول للعملاء وخلق المشاريع التي قد تغير البشرية. نعم، واضح. سيد أسعد عرابي، مرحبا بك، أبدأ معك. أين نحن اليوم من مشاريع التكنولوجيا الخاصة برواد الأعمال من ناحية الابتكار والتمويل والنجاح على المستوى المحلي والعالمي؟ يعني أعتقد أننا ما زلنا في بداية الرحلة، أو أعتقد أن يمكننا القول أننا لم نبدأ بعد. إذا نظرنا إلى المشاريع الموجودة بين يدينا اليوم على مستوى التطور أو مقارنتها بالمشاريع الموجودة في المنطقة وفي العالم، فأنا أستطيع أن أقول أن هناك الكثير الذي نستطيع أن نفعله في هذا المجال. شركات التقنيات تحديدا بحاجة إلى رعاية أكثر بكثير من المؤسسات الحكومية والشبه حكومية في قطر، من أجل توفير مقومات النجاح اللازمة لها. وهذه الشركات التقنية المعلومات تكون جذابة عادة لأنها من السهل تأسيسها، من السهل الانطلاق بها، ومن ثم فرص نجاحها تكون كبيرة على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي. تأسيس شركات تقنية المعلومات أحيانا يمكن تأسيسها وتكون الموارد البشرية موجودة في مناطق مختلفة من العالم، يمكن للشركة أن يكون مركزها في قطر والمبرمجون أو القائمون عليها موجودون في أماكن مختلفة. الأسواق التي يمكن أن تصلها ليس بالضرورة أن تكون أسواق محلية، يمكن أن تكون أسواق دولية. ومن هنا يعني نستطيع القول أن المؤسسات القطرية الحكومية أو شبه الحكومية يمكن أن تقوم بدور أكبر لرعاية المؤسسات أو الشركات الناشئة في مجال تقنية المعلومات. تكلمت حضرتك قبل قليل عن موضوع حاضنات الأعمال. حاضنات الأعمال يمكن أن تقوم بدور كبير في رعاية الشركات التقنية أيضا. أنتقل بالسؤال، أعود إلى سيد حمد مبارك الهاجري، والسؤالي أنت اليوم صاحب تجربة، يعني إلى حد ما تجربة كبيرة بدأت منذ حوالي 3 أو 4 سنوات، اليوم تصل إلى حد ما إلى العالمية. ما هي التحديات اليوم التي يواجهها رواد الأعمال من وجهة نظرك هنا في قطر؟ طبعا كان تحدي جدا كبير. نبدأ من عدم وجود المعرفة أصلا، فقطر لا يوجد فيها مشروع له نجاح سابق تخرج منه رواد أعمال، ولنا عبرة في أمريكا، فقصة تخارج PayPal أظهرت لنا العديد من المشاريع الناجحة في أمريكا، مثل تسلا، إيلون ماسك خريج PayPal، مؤسس لينكدين خريج PayPal، مؤسس يوتيوب خريج PayPal، وأيضا لنا عبرة في المنطقة من خلال كريم، و 162 مشروع ناشئ، جميع الرواد مروا في هذه التجربة. في قطر ليست لنا تجربة سابقة قد نأخذ منها الخبرة، فكانت لي تجربة بناء شيء لا أساس له، لكن أيضا واجهتني تحديات على مستوى التمويل، فرجال الأعمال والمستثمرين في قطر لا يمتلكون الجرأة، قد يكون أحد أسبابها عدم وجود تجربة ناجحة سابقا، وأخيرا عدم وجود المواهب المطلوبة في دولة قطر، لعدم وجود أصلا مشاريع ريادية ضخمة لاستقطاب ناس ذوي معرفة يساهمون. ولكن حلينا جميع المشاكل الثلاثة من خلال الإصرار والعزيمة في عدم وجود التجربة مسبقا،
بتحفيز المستثمرين بأن هذا هو المستقبل، وأخيرا باستقطاب بعض أصحاب المواهب من مشاريع مليارية خارج الدولة إلى داخل دولة قطر. سيد حمد القحطاني مدير حاضنة قطر للأعمال، كما تحدث السيد حمد الهاجري بأنه يعني قد تشكل مسألة التمويل إشكالية بالنسبة لبعض رواد الأعمال. حدثني عن دور بنك قطر للتنمية واستراتيجيته هنا في تمويل رواد الأعمال وتحديدا في قطاع التكنولوجيا. أول شيء شكرا على الاستضافة أخوي. طبعا لازم نذكر أن بنك قطر التنمية دائما يركز على تطوير وتنمية رواد الأعمال. رواد الأعمال يمتازون بالإبداع، أن يكونوا مبتكرين ويساهمون في التنويع الاقتصادي من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. فمن ناحية التكنولوجيا والدعم اللي قدمه بنك قطر التنمية، فغير موضوع أن الدعم المادي خلنا نقول تم تأسيس حاضنات مختلفة لتوفير الدعم المناسب لجميع القطاعات. فتم تأسيس حاضنة قطر الأعمال بما فيها من برامج مختلفة تشمل مجالات التكنولوجيا المختلفة، وبرنامج المنارة الرقمية بالشراكة مع شركة أريدو، وأيضا برنامج قطر للتكنولوجيا الرياضية التي تستهدف شركات لتوفر خدمات في قطاع الرياضة، ومركز قطر التكنولوجيا المالية التي طبعا تدعم رواد الأعمال لتأسيس وتطوير شركات مختصة في مجال التقنية المالية. ونضف إلى ذلك أيضا حاضنة سكيل 7 المتخصصة في التصميم والأزياء. فهناك مختلف أنواع الدعم اللي تقدمها هذه الحاضنات والمسرعات اللي تم تأسيسها من قبل بنك قطر للتنمية، وتشمل يعني بالإضافة إلى الدعم والإرشاد ومساحات مكتبية، هذه كلها تعتبر خلنا نسميها الدعم الإن كايند. أما فيما يتعلق بالدعم المادي أو التمويل، فهناك استثمار يأتي من بنك قطر التنمية عن طريق هذه الحاضنات للشركات الناشئة خلال فترة احتضانها مع البنك، وبعد أن تنمو هذه الشركات وتتعدى مرحلة الشركة الناشئة إلى الشركات الأكثر نمو، ممكن أن يكون لهم استثمار يأتي من قبل بنك قطر التنمية بشكل مباشر. سيد حمد الهاجري أعود إليك. إذا ما كانت البنية التعليمية في قطر كما تعلم من أفضل البيئات التعليمية، أفضل جامعات هنا لدينا، وهي اللبنة الأولى أو المرحلة الأولى التي تخلق عقول نيرة قادرة على استلهام وابتكار مشاريع تكنولوجية، وإذا ما كانت أذرعة الدولة المختلفة وعلى رأسها بنك قطر للتنمية ممول رائع بمشاريع عديدة، وإذا ما كان أيضا الدعم من أعلى الهرم هنا يعني نتحدث، أين الخلل في عدم انتشار مشاريع قطرية تكنولوجية تسد احتياجاتنا على الأقل، احتياجات الدولة المستقبلية؟ فعلا أخ مروان، رؤية سمو الأمير الوالد شيخ حمد بن خليفة وسمو الشيخ موزة بنت ناصر المسند وأيضا سمو الأمير تميم بن حمد الثاني في بناء كما ذكر الناس هنا في البرتغال، قطر فيها أكبر 3 كيلو متر مربع في العالم من العلم من خلال المدينة التعليمية، وأنا أحد نتائجها، أنا خريج مؤسسة قطر ومن خلالها اكتسبت المعرفة. كما أيضا بنك قطر التنمية كان دائما موجودا لدعم رواد الأعمال، لكن بنك قطر التنمية عبارة عن منظومة ريادة الأعمال، مش فقط بنك قطر التنمية، هناك مستثمرين، هناك رواد أعمال ذوي خبرة، مثلا مسرعات الأعمال تفتقد اليوم إلى رواد أعمال لديهم خبرة كبيرة. فأنا أبدأ بعدم السبب الأول أو الخلل الأول
عدم وجود رواد أعمال ذوي خبرة، ورواد الأعمال ذوي الخبرة يتم استقطابهم من خلال وجود مشاريع ضخمة في الدولة. لا يوجد قصة نجاح سابقة، لهذا علينا في دولة قطر التركيز على صناعة عملاق تكنولوجي. هذا العملاق ليس فقط ذوي صدى مادي، ولكن سيخرج منه مئات الأشخاص يشكلون البنية التحتية لريادة الأعمال. رقم اثنين، عدم وجود مستثمرين جريئين في دولة قطر. كما ذكرنا بل قطر التنمية ما قصروا، موجودين أحد المؤسسات التي دعمت أيضا مشروعي، لكن لا يكفي، هناك مستثمرين جريئين لازم يكونون متواجدين. لهذا أنا أشوف أحد الحلول، كما أحب أنوه بأن تميز مشروعنا اليوم لوجود الكثير من الموظفين خريجين مدينة تعليمية مثل جامعة كاري ميلون، مثل جامعة نورث ويستريان، مثل جامعة فيرجينيا كومنولث، وجدنا أفضل مهارات موجودة في داخل دولة قطر. فوجود المواهب يعني يعطينا إضافة لمشاريعنا. لهذا أجد الحل، يجب علينا التركيز على مشروع ملياري واحد، مش خمسة ولا عشرة، واحد بس. قصة نجاح واحدة ستشكل الفرق بالمستقبل وستحل جميع المعضلات. جميل ما تحدثت به، لكن أعطيني تفاصيل أكثر، أعطيني عن تجربتك. ما الذي وقف أمامك من تحديات في مشروعك؟ أو هو ليس مشروع واحد، ولهذا سألتك لماذا تسمي نفسك رائد أعمال وأنت تمتلك أكثر من مشروع اليوم على المستوى التكنولوجي، على مستوى مشاريع ناشئة. ما الذي يواجهك من تحديات اليوم، أو حتى واجهك في بداية مشروعك؟ أعتقد في البداية عدم صعوبة وجود التمويل. على سبيل المثال، مشاريع التكنولوجيا تستهدف النمو ولا تستهدف الأرباح لمدة 8 إلى 10 سنوات، ولنا عبرة في نتفليكس وأمازون. متوسط البريك إيفن أو نقطة التعادل، النقطة التي يتم تغطية التكاليف، هي بين 8 إلى 10 سنوات. مشاريع التكنولوجيا، مشاريع المليارية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى التركيز على النمو والانتشار العالمي والتكثيف المواهب في هذا المشروع وضخ المليارات. لكن في سنة واحدة بعد نقطة التعادل تسترجع جميع الأموال التي استثمرتها في خلال سنة سنتين. مشاريع التكنولوجيا ومشاريع المليارية تستهدف التخارج، يعني تستهدف الخروج في البورصة، ولنا عبرة في مشروع كريم حيث تم الاستحواذ عليه ب 2.3 مليار دولار وهو لم يبدأ أرباحه بعد. كما تحدث مشاهدي الكرام السيد حمد الهاجري عن أن هناك اهتمام من أعلى الهرم، تحدث اليوم عن آخر خطاب لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى، والذي نوه فيه إلى التنوع الاقتصادي وإلى وجوب الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي. نستمع إلى سمو الأمير المفدى ونعود إليكم. إن إعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة يتطلب تغييم ما حققته الاستراتيجيات الوطنية السابقة، كما يجب أن يبين التغييم مدى التقدم الذي أحرز في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية، وخصوصا على مستوى كفاءة القوى العاملة والتنويع الاقتصادي ومدى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى وقدراته التنافسية، بما في ذلك قدرته التنافسية خارج الدولة. والمراحل التي توصلنا إليها في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي ومدى استفادة الدولة من استثماراتها في الشركات العالمية الكبرى في تدريب كفاءات قطرية في الداخل والخارج. أيضا مشاهدي الكرام، نوه سمو الأمير الوالد قبل حوالي أسبوع من الآن
عن أهمية الأبحاث العلمية ودورها أيضا في دعم قطاع التكنولوجيا، نتابع وإياكم. أنا أعتقد أن عندنا في قطر علينا نركز على البحث العلمي، إحنا نريد أن تطور نخلق أمة جديدة، فلا بد من بحث علمي ولا بد من وقفيات لمجال التعليم لمجال الصحة. تقريبا الدولة العربية أثناء تطورها قامت على الوقفيات، هي اللي كانت تركز على التعليم تركز على الصحة على بناء أجيال. أيضا مشاهدي الكرام، تحدثت سمو الشيخة موزة بنت ناصر خلال ذات الفعالية والاحتفال بأهمية الأبحاث العلمية ونظرة قطر إلى التعليم، سواء التجربة التي خضناها وحتى التجربة المستقبلية. جامعة حمد بن خليفة أنشئت في الأساس على قاعدة بحثية متينة، يعني يمكن بعضكم ما يعرف أن المراكز البحثية أنشئت قبل ما تكتمل البرامج حمد بن خليفة، وكان طبعا هذا هدفه طبعا تعزيز ثقافة البحث العلمي، وأن تكون فعلا جامعة حمد بن خليفة منصة وطنية للبحث العلمي ولإيجاد حلول ناجعة للتحديات البيئية بكل أبعادها وبكل معانيها، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. سيد حمد القحطاني، أعود إليك، في ضوء هكذا اهتمام، كيف تفسر حجم التحديات ومن وجهة نظركم أنتم كمان قطر للتنمية جهة داعمة عبر منصاتها وعبر حاضنات ومسرعات الأعمال، التحديات التي تقف أمام رواد الأعمال اليوم في المجال التكنولوجي؟ طبعا في المجال التكنولوجي رواد الأعمال يواجهون عدد من التحديات، طبعا على رأس هذه التحديات خلنا نقول التحديات التنظيمية، وفي عندنا بعض الأمثلة لمبادرات ممكن تكون حل لبعض هذه التحديات، مثل ما يقوم حاليا مصرف قطر المركزي بمبادرة الساند بوكس. هذه مبادرة الساند بوكس تتعلق في مجال التكنولوجيا المالية وممكن تحل بعض التحديات التنظيمية هذه. أضف إلى ذلك بعد التحديات المالية، لا يجب أن يكون هناك دعم مالي، ويقدم طبعا بنك التنمية توفير هذا الدعم للشركات التكنولوجيا المالية، لأن تكلفة إدارة شركات التكنولوجيا المالية تكون عالية نسبيا. فنضيف لها أيضا الدعم التدريبي، بهالطريقة ممكن أن هذه الشركات تدار بأقل تكلفة ممكنة. تحدي آخر هو التحدي اللوجستي، وطبعا يدعم بنك قطر التنمية هذا التحدي من خلال توفير بعض المساحات المكتبية وخلنا نقول طرق أخرى اللي ممكن أنها تخفف من هذا العبء. والتحدي الآخر اللي نذكره بعد خلنا نقول حجم السوق، حيث حجم السوق القطري ليس بالحجم الكبير، فرائد الأعمال ممكن يبدأ بالسوق القطري أو السوق المحلي، لكن لازم يخرج للأسواق الإقليمية والعالمية. فبنك قطر للتنمية يعمل دائما على وجود إيجاد حلول. جميل جميل سيد حمد، أرشاد على كيف يدخل الأسواق الإقليمية. وهذا دوركم، والحقيقة يعني يشهد لكم في هذا الأمر، ولكن العملية منظومة اليوم. وهنا أتحدث مع السيد حمد الهاجري. سيد حمد الهاجري، عندما أنشأت الدولة العديد من المشاريع اللوجستية أنشأتها وكان الهدف الرئيسي منها هو دعم رواد الأعمال، دعم صغار المستثمرين بمنحهم امتيازات، وهذا ما وجه به يعني المعالي رئيس مجلس الوزراء بأن يكون لهم أماكن، تمنح لهم هذه الأماكن بالأراضي، أتحدث هنا سواء عن طريق شرقة مناطق سواء عن طريق هيئة المناطق الحرة. هذه الأماكن وهذه المشاريع أنشئت، وسبب رئيسي منها واستقطاب الشركات القطرية. هل هناك مشاكل لوجستية كما تحدث عنها السيد حمد القحطاني تواجه رواد الأعمال في هذا المجال؟ أعتقد وجود هذه التحديات شيء طبيعي. بالنسبة لحنا دولة مثل ما ذكر سليمان الوالد أمة جديدة،
الحكومة مثلاً غير جاهزة للتنظيم هذا، فمجرد تواجد رائد أعمال وتواجد فكرة وتواجد تكنولوجيا، الحكومة ولنا يعني واجهنا التحديات، وكانت الحكومة جداً سريعة في مواكبة التحول السريع، وتم وضع تشريعات وقرارات جديدة مناسبة لهم ولله الحمد. لكن بالنسبة لنا لدينا في قطر أكبر وأفضل بنية تحتية موجودة في العالم، الميناء الأفضل، مراكز التخزين واللوجستية الأفضل، ولدينا أفضل طيران في العالم، لكن ما زلنا غير مواكبين للتكنولوجيا. ماذا يعني القطاع اللوجستي اليوم في العالم؟ تعني التجارة الإلكترونية، تعني الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية. ما زلنا لم نضع أموال في قطاع هو قطاع مكمل، اللوجستي وقطاع التجارة الإلكترونية مكملين لبعض. فتركنا شيء وتركنا شيء آخر، والحل مواكبة هذا التحدي بأن نستثمر في قطاع التجارة الإلكترونية وعمل عملاق من خلاله قطر تكون مركز التجارة الإلكترونية في المنطقة، حتى على مستوى الخريطة موقع قطر الأفضل للتجارة الإلكترونية. أنت اليوم كرائد أعمال، ما الذي حصلت عليه مما وجهت فيه الحكومة، سواء عبر سمو الأمير، سواء عبر الجهات المختصة، القوانين والتشريعات التي تحدثت عنها، سواء ما وجه به معالي رئيس مجلس الوزراء، ما الذي استفدت اليوم من دعم لوجستي؟ بكل صراحة لي رؤية يعني مغايرة، ما قصروا يعني في جميع الأمور اللي طلبناها لقينا الدعم الكامل. لكن أنا كرائد أعمال علي أن أدعم دولتي، دوري أن أدعم الدولة وليس العكس، دوري أن أصنع عملاق تكنولوجي. هذا العملاق اليوم على هذا الحجم الصغير، الشركة الأكثر توظيفا لخريج مؤسسة قطر سنة 2021 و2020، لكن هذا لا يكفي. الدولة استثمرت في تعليمي، أنا اليوم تعلمت وعندي معرفة، ففعليا هو العكس. احنا كرواد يجب أن لا ننتظر الدعم، يجب أن يكون عندنا إصرار وعزيمة وقوة وأحلام كبيرة نسعى لها لتغيير خارطة الدولة وتغيير مستقبل الدولة. سيد أسعد، إذا ما كانت قطر اليوم مستثمر رئيسي في شركات تكنولوجية عالمية، وكما تحدث سمو الأمير المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى أننا يجب أن نستفيد من استثماراتنا الخارجية في توطين المعرفة هنا في قطر، إلى أي مدى نحن محتاجين فعلا لأن نستفيد بشكل أكبر من هكذا تجارب عالمية للوصول إلى إعداد كادر وطني قادر على رفض الاستراتيجيات القادمة بشأن التكنولوجيا؟ قطر تتوسع بشكل كبير جدا اليوم في استثماراتها، مايكروسوفت، جوجل، استثمارات خارجية اليوم مع روز رايز. صحيح جدا، وهذا يخدم رؤية قطر ويخدم أيضا مشروع قطر في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، وهو ما أشار إليه سمو الأمير الوالد. هناك العديد من الضوابط التي يجب النظر إليها. إذا رجعنا على سبيل المثال تقرير البنك الدولي، تقرير البنك الدولي يشير إلى أن الاتجاه إلى الاقتصاد المعرفي يتطلب وجود مؤسسات تنظيمية ترعى رواد الأعمال. رواد الأعمال بطبيعة الحال ليس لديهم خبرة، رواد الأعمال هم عادة شباب متحمسون، لديهم أفكار معينة وليس لديهم خبرة حول كيفية القيام بترجمة هذه الأفكار إلى أعمال وإلى مؤسسات. نحن بحاجة إلى حاضنات أعمال لا تقدم فقط الاستثمارات، وإنما تقدم أيضا الرعاية، تقدم التوجيه، تقدم الخدمات، العلاقات العامة، تقدم الخدمات التسويقية، خدمات المبيعات، تساعد رواد الأعمال في الوصول إلى غايتهم وإلى هدفهم. نحن بحاجة إلى الوصول إلى تبني رواد الأعمال من وجهة نظر علمية. يعني على سبيل المثال هناك دورات تكون متخصصة في تهيئ رواد الأعمال للقيام بمشاريعهم. MIT لديها دورات تدريبية مدتها 10 أسابيع، تبدأ من حل المشكلة وصولا إلى كيفية تطويرها وصولا إلى كيفية إنتاجها. مشاهدي الكرام، نستعرض إياكم في هذا التقرير، لكن بعد هذا الفاصل موضوع أين تستثمر قطر في التكنولوجيا، وما هي العوائد المتوقعة لهذا الاستثمار الكبير؟ ابقوا معنا.
إذا المشاهد الكرام، من خلال هذا التقرير الموسع والذي يرصد إنفاق قطر على التكنولوجيا بكافة أشكالها وكيف ستعتمد في المستقبل القريب على عوائد من استثماراتها في التكنولوجيا، آخر تقرير لمركز قطر للتكنولوجيا المالية للعام 2021 تحدث عن نمو في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، 9 مليارات دولار متوقع إنفاقها بحلول العام 2024 من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري. نذهب إلى ثاني الإنجازات في التكنولوجيا المالية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، إطلاق برامج مسرعات الأعمال، وإطلاق أيضا مبادرة فينتك سيركل لدعم بيئة الأعمال أيضا المحلية. فيما يخص طبعا موضوع سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية، حجمها يعني بحلول العام 2025 سيصل إلى 7,560,000,000 ريال، نسبة النمو يعني المركب خلال 5 سنوات قد تصل إلى 20%، من يعني أهدافها استقطاب شركات تدعم التكنولوجيا المالية. نذهب إلى الاستثمارات التحول الرقمي، نتحدث عن إيرادات مايكروسوفت أزور قطر والتي ستصل إلى أكثر من 300 مليار دولار، إطلاق أيضا جوجل كلاود وهو أول فرع من في الشرق الأوسط في قطر، 33 مليون دولار هو استثمارات دي اتش ال اكسبرس في المناطق الحرة. بالذهاب إلى الاستثمارات الخارجية، نتحدث عن 125 استثمارات قطر طبعا، 125 مليون دولار للاستحواذ في أسهم فلوانس إنيرجي، هي طبعا في المرتبة الثانية في استثمارات التكنولوجيا المالية في أوروبا، استثمار 376 مليون دولار في بنك ستارلينج كذلك. أيضا هناك استثمارات في أهم شركات التكنولوجيا العالمية، نتحدث عن فور سكوير جرايل وأيضا روبيوس ثيرابوتكس وهومولوجي ميديسن، هذه استثمارات قطرية في شركات تعمل في التكنولوجيا. وبالتأكيد كما ذكرنا الاتفاقية الأخيرة التي أعلنت حتى هذا اليوم ما بين قطر وشركة رويز رايز لأيضا إنشاء كيان ضخم خاص باحتواء الشركات وتشجيعها وبناء مركز أيضا للتكنولوجيا، مقر إن شاء الله في أوروبا في وتحديدا في لندن. أعود إلى السيد حمد القحطاني. سيد حمد القحطاني، أين تنتهي مهمة بنك قطر للتنمية فيما يخص التمويل ودراسات الجدوى بالنسبة لرواد الأعمال في القطاع التكنولوجي؟ هل تبقون وتستمرون معهم بعد أن يدخلوا إلى السوق الفعلية للعمل؟ طيب، سأعود إلى السيد حمد. معاي سيد حمد؟ طيب، أذهب إلى السيد حمد الهاجري. سيد حمد الهاجري، كما فهمت يعني بأنه يعني ينتهي أو تنتهي مهمة بنك قطر للتنمية بعد، وهذا دور أي بنك يعني أي بنك للتنمية في العالم، أنه يدعم دراسات الجدوى، ينهض بالمشروع، يدعم صاحب المشروع إلى مرحلة معينة، ومن ثم يعني رائد الأعمال أو صاحب المشروع يبدأ بخوض غمار تجربة جديدة في سوق العمل. هنا من ناحية دخول، من وقت دخول رائد الأعمال في سوق العمل، من المظلة التي تراقب عمله؟ هل هناك جهة تتابع رائد الأعمال لفترة قد تمتد إلى 5 سنوات باعتبار أنها كلها مشاريع قطرية في النهاية؟ حاليا لا يوجد أي جهة تتابع نمو المشاريع وبالذات على المستوى التكنولوجي. المشروع التكنولوجي يمر على جولات استثمارية يبدأها من الفكرة
وينتهي إلى الإدراج في البورصة أو الاستحواذ عليه من خلال شركة عالمية أو أي شركة كانت. حاليا فقط الأدوات الموجودة في قطر هي أدوات تحويل الفكرة إلى مشروع، لكن لا يوجد أي أدوات تدعم المشروع وتجعل منه مشروعا ضخما قادرا على التنافسية في السوق العالمي. سيد حمد القحطاني، أعود لك بذات السؤال، أين تنتهي مهمة بنك قطر للتنمية في دعمه لرواد الأعمال؟ هل يستمر الدعم لما بعد خوض هذا المشروع أو رائد الأعمال غمار سوق العمل ويبدأ مثلا بعمليات الإنتاج وغيره؟ طبعا بنك قطر التنمية عن طريق الحاضنات والمسرعات يدعمون المشاريع، يدعمون رواد الأعمال بالمرحلة الفكرة إلى ما يدخل السوق. طبعا الدعم يصل إلى سنة ويمتد إلى سنتين أيضا، بعد ذلك خلاص رائد الأعمال المفروض أنه عنده جميع التولز اللي ممكن تساعده أنه هو يكمل مشواره. بنك قطر التنمية طبعا عنده خدمات أخرى ممكن تساعده في هذيك المرحلة، لكن من ناحية حاضنات الأعمال والمسرعات فهي تصل إلى مرحلة دخوله للسوق. وأنا أعتقد أن فعلاً في فجوة أو جاب موجود لمرحلة الجروث، خلنا نسميها النمو، أن في شركات حصل دعم من جهات مختلفة في الدولة ليس فقط بنك قطر التنمية، اللي ما تصل لمرحلة معينة هذه المرحلة خلاص لازم رائد الأعمال أو شركة تعتمد على نفسها وذي كان بوتستراب ويدخلون طبعاً إلى الأسواق العالمية بنفسهم. سيد حمد الهاجري، يبدو أن هناك حلقة مفقودة إذن في عدم وجود جهة واحدة تواصل دعمها لهذه المشاريع. لماذا يترك رائد الأعمال في مواجهة جهات، وزارات، مؤسسات، شركات تمنح، مجبور عليها أصلاً أن تمنح التسهيلات لرواد الأعمال وللشركات القطرية، فما بالك في مجال المهتمين فيه بشكل جداً كبير وموجود القطاع التكنولوجيا. سؤالي، هل من الممكن أن تكون مثلا في تشكيل الوزاري الجديد هناك عملية فصل ما بين وزارة المواصلات والاتصالات، هل من الممكن مثلا نتحدث عن استحداث لجهة لإدارة خاصة في وزارة الاتصالات تكنولوجية مهمتها أن تكون حلقة وصل ما بين رواد الأعمال وما بين كل الجهات الأخرى، تسهل لهم أعمالهم، تخاطب بلسانهم، توفر لهم كل الدعم اللوجستي، أو أنه حتى مثلا إنشاء مثلا نتحدث عن كيان آخر مستقل بالتكنولوجيا في قطر مهمته أن يتبنى كل رواد الأعمال من مرحلة ما بعد بنك قطر للتنمية والتمويل إلى ما لا نهاية؟ طبعا هناك أكثر من نموذج موجود على مستوى العالم، سواء على مستوى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. على سبيل المثال في فرنسا أخلقوا بما يسمى ستيشن إف. هدف ستيشن إف أنه في عام 2025 يصنعون 5 مشاريع مليارية، 5 يونيكورن، بينما في اليابان صنعوا مشروع بما يسمى لايت بيكن، وهو مشروع لعمل 3 مشاريع مليارية في عام 2023. كل دولة اتجهت لهذا الطريق لصنع مشاريع مليارية هدفها أن تخلق فرص وظيفية وتحمي المعرفة داخل البلاد. أنا الحل حالياً ما في حركة من القطاع الخاص، لا يوجد مستثمرين، قاموا ببناء محافظ استثمارية جريئة، كما أن في القطاع العام لا يوجد كيان يحاول أن يجعل من هذه الدولة دولة فيها المشاريع التي قد تغير المنطقة من ناحية المعرفة. فالحل هو صنع كيان مشابه لستيشن اف في فرنسا، عبارة عن مسرعة أعمال جداً جريئة هدفها خلق مشروع يونيكور واحد، يعني مشروع ملياري واحد حتى، مش ما طلبنا 5. فهذه أحد الحلول، كما يوجد حلول أخرى منها بناء صندوق استثماري جريء. طبعاً أنا جريء متأخرين علينا، فعلينا عمل صندوق أكثر جرأة، لأن الجولات الاستثمارية حالياً لو مشينا فيها دولة قطر تعتبر متأخرة، لهذا يجب أن نكون جداً جريئين بمواكبة السوق العالمي. دولة فقيرة مثل إستونيا صنعوا عملاق اسمه بولت اليوم، هذا العملاق ديكور قيمته يعادل 45 مليار دولار. محتاجين لهكذا مظلة لكل المشاريع لرواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا. هذا صحيح، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المؤسسة التي سترعى
رواد الأعمال يجب أن تتصرف معهم بعقلية تجارية، بعقلية وليس بعقلية حكومية أو بعقلية بيروقراطية، لأن الشركات الناشئة معرضة للفشل عالميا. 90% من الشركات الناشئة تفشل في النهاية، 20% منهم تفشل في السنة الأولى، 70% تفشل ما بين السنة الثالثة إلى السنة الخامسة. هذه الشركات إذا لم تكن تتم رعايتها بشكل صحيح فهي معرضة لأنه تفشل في النهاية. 42% من أسباب الفشل تتعلق بعدم دراسة السوق بشكل كافي أو احتياجات السوق. 30% معرضة بسبب سوء إدارة رأس المال أو الموارد المالية. 20% العلاقة بعدم الانتباه إلى التنافسية الموجودة في السوق. و10% أسباب متفرقة. فهناك الحاجة إلى أن تكون هذه المؤسسة ذات خبرة تجارية، ذات خبرة في الأسواق، ذات خبرة في إنشاء الشركات والتعامل معها بشكل صحيح. سيد حمد القحطاني، أحد المشاهدين سأل لماذا ضيوفنا اليوم من البرتغال؟ يعني أنتم بنك قطر للتنمية، لماذا هو في البرتغال ورواد الأعمال أيضا هناك؟ طبعا نحن موجودين في مدينة لشبونة في البرتغال، حيث تحتضن الويب سامت لهذه السنة. طبعا الويب سامت يستضيف الكثير من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وكذلك الجهات الداعمة لهذه الشركات. وطبعا كون بنك قطر للتنمية وكذلك حاضنة قطر للأعمال، الداعم الأول خلينا نقول لرواد الأعمال في قطر، شاركنا في هذا المؤتمر، ومعنا ما يقارب 18 شركة بالإضافة إلى جهات أخرى من الدولة، من أجل نحن نتعلم من الجهات الأخرى الداعمة، وفي نفس الوقت يكون هناك اختلاط وخلنا نقول ماتش ميكينج بين الشركات القطرية والشركات من جميع أنحاء العالم. راح تضيف طبعا إضافة كبيرة للشركات المشاركة بالإضافة إلى الجهات اللي رايحة من قطر لهذا المؤتمر. سيد حمد الهاجري، هل يدرك أو تدرك الجهات المعنية حجم المنافع والمكاسب الاقتصادية التي من الممكن أن يرفدها مشروع واحد فقط تكنولوجي نجح أن يرفد فيها الاقتصاد الوطني من خلال تجربتك اليوم؟ هل يعي أو تعي بعض الجهات هذا البعد الاقتصادي المهم للدخول في شراكات ولرعاية المشاريع التكنولوجية؟ لا أعتقد أن لديهم إدراك بالعائد الاقتصادي الضخم للمشاريع التكنولوجية. على سبيل المثال، إيلون ماسك وعد مستثمريه ب 25 ضعف استثماراتهم سنة 2016، واليوم فعلياً رجع لهم 3000% من الاستثمار. العائد الاستثمار في المشاريع التكنولوجية بعد النمو لفترة طويلة جداً جداً ضخم. مشروع صغير مثل السنون اليوم جدا صغيرة، أنا أعتبره أكبر شركة وظفت من المؤسسات التعليمية في مؤسسة قطر، فما بالك لما يصير المشروع سيخلق فرص وظائف، ووظائف التكنولوجيا بطبيعتها العائد على أو الرواتب الموظفين جدا عالية، سيكون الاقتصادي على مستوى قطاع التجزئة، العقار، التعليم وجميع سلاسل التوريد. لا أعتقد أن هناك إدراك. وماذا عن رجال الأعمال، عن المحافظ الاستثمارية؟ هل تجد أو هل وجدت من يمول مشروعك في بدايته؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هل لدينا الجرأة كرجال أعمال للدخول في هكذا مشروع؟ لماذا يعني تشاركني الرأي في أنه ما زالت العقلية التي تحكم العديد من رجال الأعمال والقطاع الخاص هي العقلية التقليدية، أن أستثمر في سوق الأسهم، أن أستثمر في
القطاع العقاري، أن أستثمر في وكالات، في مولات إلى آخره، وأن هذا الجانب المهم الذي ترعاه الدولة غائب. فعلا للأسف واجهنا تحديات كبيرة مع رجال الأعمال القطريين، حيث أنه مستعد أن يستثمر مئات الملايين في مشروع عقاري العائد على الاستثمار لا يتعدى 5%، بينما يخشى من الاستثمار في المشاريع التكنولوجية. والله الحمد توفقنا أن لدينا مستثمرين من خارج دولة قطر أدركوا أهمية التكنولوجيا هذه، وكانوا بعض المستثمرين لدينا من سيليكون فالي والله الحمد. فأعتقد أن محتاجين عملية تثقيف، عملية وهي مشاريع مضمونة سيد حمد، أليس كذلك؟ مضمونة العوائد يعني جدا، حيث أن دائما احنا مشبهين دائما هناك طريقتين لخلق الثروة، إما على العائد على الاستثمار 5% 6% سنوية، أو شراء حصة من شركة بمليون وبيع هذه الحصة بعشرين مليون. فقطاع التكنولوجيا مركز على قيمة المشروع، وفي كل جولة استثمارية القيمة تتضاعف حتى يصل إلى مرحلة الإدراج في البورصة أو الاستحواذ. لا يدركون هذا الجزء يصنع ثروة ضخمة في لرجال الأعمال وعائد استثماري كبير للدولة. كيف تنظر أيضا إلى تغيير هذه المنتاليتي لدى رجال الأعمال الذين يتسابقون في الخارج لرعاية رواد الأعمال، يلهثون وراء رواد الأعمال اليوم، رجال الأعمال في الدول الأوروبية وفي آسيا تحديدا، وهناك مشاريع في قطر مهمة جدا لا تجد اهتمام رجال الأعمال. الحقيقة كما أشار السيد حمد أن رجال الأعمال يتوجهون باتجاهات بعيدة عن التكنولوجيا، لأنهم يحاولون أن يتوجهون باتجاهات التي لديهم خبرة فيها، الاتجاهات حتى يعني أن الدور ليس حكومي فقط. نعم، يكفيها الحكومة من التزامات ومن دور ترعى فيه من بداية التعليم حتى خوض تجارب العمل، فيكفي الحكومة إنفاق وصرف، وأن يتكفل أيضا رجال الأعمال بدور في رعاية هكذا مشاريع. صحيح، ولكن رجال أعمال في قطر تنقصهم الخبرة في المجال التكنولوجي، وبالتالي هم يركزون على المجالات التي لديهم خبرة فيها، التي لديهم تجارب سابقة في نجاحها. بالنهاية رجل الأعمال يتوجه إلى القطاع الذي يضمن له أرباحه، والقطاعات العقارية أو القطاعات الإنشائية قد تكون من القطاعات التقليدية التي يمكن أن يضمن فيها الأرباح. القطاعات التكنولوجية موجودة وهي ليست حصرا بالكمبيوتر، يمكن نحن أن نتحدث عن قطاعات العلاقة بالصناعات الدوائية، العلاقة بالأجهزة الطبية، العلاقة بأجهزة الإلكترونيات، العلاقة بالبرمجيات، العلاقة بالرقائق أو الشيبسيت، كلها قطاعات هذه ناجحة وقطاعات أثبتت جدواها. المشكلة كما أشار قبل السيد حمد هو عدم وجود الخبرات الكافية في قطر التي تتبنى هذا المشروع من الناحية العلمية. نعم. والتي يمكن أن تقوده إلى النجاح. سيد حمد القحطاني، اليوم حدثني عن تجارب ناجحة بالنسبة تبناها من قطر للتنمية وخرجت للنور في المجال التكنولوجي. خلينا نذكر بعض رواد الأعمال اللي نجحوا في هذا الإطار، في الإطار التكنولوجي. طبعا نبدأ أول شيء عندنا شركة سنونو، لازم تكون أول مثال لشركة نجحت في التكنولوجيا. فهي حاليا تعتبر أكبر منصة محلية للتجارة والتسوق الإلكتروني. نذكر بعد شركة كراود تو لايف، طبعا هذه الشركة نجحت في الحصول على اهتمام كبير من المستثمرين من الخارج، وفي أول دورة لها للتمويل رأس المال حصلت على تمويل ضخم. وأيضا نذكر شركة سيوالت لخدمات مالية ذكية وشركات أخرى. يعني هناك العديد من رواد الأعمال نجحوا في التكنولوجيا. سيد حمد الهاجري، على صعيد ما تحدث به يعني السيد القحطاني فيما يخص التجارة الإلكترونية، البلد الأكبر اليوم في التجارة الإلكترونية الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقع في أقصى غرب العالم. قطر اليوم في قلب العالم، تمتلك كما ذكرت أكبر شركة طيران في العالم. في 2023 ستكون لدينا أكبر شركة شحن طيران في العالم بجميع طبعا مرافقها الخدمية، ولدينا واحد من أكبر موانئ العالم، ولدينا دعم لوجستي بالأراضي، انظر إلى المناطق اللوجستية والخدمات المقدمة فيها. كيف يمكن أن ننجح في تقديم تجربة وأن نكون هب، نكون مركز للتجارة الإلكترونية باختصار؟
فعلا هذا موضوع جدا مهم جدا. القطاع التكنولوجي بطبيعته ليس قطاع مستقل، لا يوجد قطاع اسمه تكنولوجيا فقط. القطاع التكنولوجي مفعل لقطاع تقليدي، هناك قطاع تجارة الكترونية مفعلة للقطاع اللوجستي، القطاع التكنولوجيا الصحية مفعلة للقطاع الصحي، القطاع التكنولوجيا الرياضية مفعلة، فهي مكملة، هي ليست قطاع مستقل منفرد. الحلول كثيرة، لكن أحد الحلول هو ضخ المزيد الاستثمارات في مشروع قومي مختص بالتجارة الإلكترونية، فهذه أحد الحلول. من خلالها يجب أن لا ننظر إلى الربح التكنولوجي، لكن مثل ما ذكرت القطاع التكنولوجي مفعل لقطاع آخر. مجرد نجاح المشروع التكنولوجي في التجارة الإلكترونية سيحقق أرباح ونجاحات في جميع القطاع اللوجستي، من طيران، من أراضي، من ميناء إلى المصانع. يعني القطاع التجارة الإلكترونية منجح المصانع. رؤية علي بابا قامت على تشجيع الصناعة الصينية للتصدير الخارج، كان بسيطة الرؤية حقتها، وفعلا نجح علي بابا. فهذه أحد الحلول التي أجدها من خلال لتفعيل المنظومة اللوجستية في دولة قطر. طيب برأيك اليوم ما هي المشاريع التي من الممكن إتمامها تخدم قطر سريعة وتخدم احتياجاتنا؟ لدينا كأس عالم، تقدم خدمات سواء في مجالات مثلا تطبيقات خاصة بالمواصلات، بالاتصالات، بخدمات لكأس العالم. هل من الممكن اليوم أن ننمي هذه المشاريع وأن نطبقها؟ أعطينا أفكار. طبعا يجب أن ننظر إلى التوجه ورؤية الدولة لتمكين المنظومة التكنولوجية. على سبيل المثال، دولة قطر من الدول التي قد تكون الأفضل على مستوى التكنولوجيا الصحية، لكن لها شروط، وهو استخدام الصرف في القطاع الصحي والقطاع الطبي لتمكين التكنولوجيا المحلية، كما يمكن تطبيق التكنولوجيا في القطاع التعليمي. صرفنا جدا ضخم في القطاع التعليمي، ونستطيع بناء الإثيك أو التكنولوجيا التعليمية. كما دولة قطر متميزة بالطاقة، علينا باستخراج التكنولوجيا المختصة بالطاقة والرياضة. فأنا أحددها في 5 أجزاء أو 6 أجزاء: التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الرياضية، التكنولوجيا التعليمية، الصحية، اللوجستية والمالية. لك تعليق على موضوع المشاريع التي ممكن أن تخدم والتطبيقات التي ممكن أن تخدم حاجات قطر المستقبلية اليوم وعلى رأسها كأس العالم؟ يعني مثل ما بيقولوا the sky is the limit. الخيارات الموجودة أمامنا حقيقة كثيرة جدا، سواء تتعلق بكأس عالم أو بغير كأس عالم. طالما الأمور نناقشها من إطار برمجي، نحن البرمجيات تمكننا من عمل المستحيل، خاصة تطبيقات الآن، التطبيقات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي، التطبيقات التي تعتمد الواقع الافتراضي، التطبيقات التي تعتمد على كل ما هنالك من تكنولوجيا حديثة، ليست بالضرورة نسخة عما هو موجود في الخارج. لما يمكننا أن نبتكر برامجنا الخاصة، يمكننا أن نبتكر تقنياتنا الخاصة التي تلائم البيئة المحلية والتي غير موجودة في الخارج. ضيوفنا الكرام من البرتغال، إن شاء الله توصلوا بالسلامة يا رب، ونستقبلكم مرة أخرى للحديث بشكل أكثر تفصيلي من هنا من استوديوهاتنا في تلفزيون قطر. السيد حمد دشن القحطاني، وهو المدير العام لحاضنة قطر للأعمال، وكل الشكر أيضا للسادة في بنك قطر للتنمية، والسيد حمد مبارك الهاجري، وهو رائد الأعمال في القطاع التكنولوجي تحديدا، والسيد أسعد عرابي المدير الإقليمي في شركة ترند مايكرو. كل الشكر لكم على كل هذه المعلومات. مشاهدي الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى مساء الثلاثاء القادم، فحتى ذلك الحين هذه أطيب المنى، وإلى اللقاء.